عسلامة ومرحبا بكم في الحلقة الرابعة من سلسلة استراتيجيات الحياة. كالعادة اللي فاتت حلقة ينجم يرجع يتفرج فيها، وتو خنكمل مع القاعدة السابعة والقاعدة الثامنة. نبدأ بالقاعدة السابعة، نحن نعلم الناس كيفية معاملتنا. نواصل مع المعاملات مع العبيد الكلنا نعرفه اللي هي تكون على شكل دائرة. يجي وخنشوفه مع بعضنا. هذا جون تلميذ في السنة الأولى ابتدائي. معلمهم الحاجة الوحيدة اللي يعرفها هي العنف. جون كما أي تلميذ آخر ديما يحاول يسمع الكلام باش يتجنب الضرب، لأن المعلم ولا يعتبر أن العنف هو الطريقة والوسيلة الوحيدة باش التلاميذ يوصلوا للطريق الصحيح. دونك الدائرة مش تكون كما هكا، يصير عنف، يتم تقبل العنف، معناها العنف ولا عنده فايدة، دونك يصير العنف مرة أخرى ويتم تقبل العنف مرة أخرى، إلخ 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 لين الحلقة ما توفيش. فما طريقة واحدة باش الدائرة هذه تتغير، هي انه واحد منهم يقوم بردة فعل مختلفة اللي هي الرفض. كيفاش؟ مثلا جوني مش يقول لوالديه يشكي لي دارة المفيد يعمل حاجة يرفض بها الضرب، وهكا يكون علم أستاذه الطريقة اللي عاملوا بها. كان يتم رفض العنف، العنف ما عادش عنده فايدة. على هذاك ش تكون فما محاولة لإيجاد وسائل أخرى للتعامل، وهكاك رفض تغيير لنوصلوا المعاملات متكاملة. خلاصة القول، كانش تقعد تعمل نفس الحاجات وردات الفعل في حياتك، بطبيعة علاقاتك مع العبيد مش تقعد كما هي، أما كين تعمل ردات فعل مختلفة أكيد باش تلقى نتائج مختلفة، وإنت وحدك تعرفها باهية ولا خايبة. القاعدة الثامنة، هناك قوة في الغفران. مادامنا مازلنا نحكيو عن المعاملات مع العبيد، نحب نقولك اللي فما حاجز كبير في حياتك متسبب فيه التعامل مع مجموعة معينة من الناس يمنعك من برشا حاجات، اللي هو الغضب، الاستياء والمرارة، وما تنجم تتخطاها كلما تسامح العبيد هذي. يجي ونرجع للمثال متاعنا. تعديت العوام وجون كبر، وجاء الوقت باش يربي صغارو. الغضب، الاستياء والمرارة مازالوا مخبيين في قلبه. كيفاش ينجم زعما يربي صغارو على قيم مصالحة وهو في داخله الجانب المظلم الكل؟ بالطبيعة ماهوش باش ينجم. الحل الوحيد هو انه يسامح المعلم اللي رد له حياته تعيسة، سينو هذا مش باش يأثر على جون اكهو، بل باش يأثر على صغارو زادة. كما قال دكتور فيل في كتابه، حتى بعد موت الشخص هذا كان ما تسامحوش باش يقعد يتحكم فيك وفي حياتك من قبل. دونك لازمك تسامح اي عبد أثر عليك بطريقة خايبة. ما قلتش تسامحه خطر هو يستحق أنك تسامحه ولا هو يهمه أنك تسامحه. تتنجم تسامحه حتى ما غير ما هو يعرف، خطر هذا الكل لمصلحتك أنت ومصلحة العبادة اللي تحبه. حلقتنا اليوم وفيت، كان عجبتكم ما تنسوش تخليوا لايك وسبسكرايب، وكان عندكم أي أسئلة ولا أراء تنجموا تخليوها في التعليقات. استنونا الجمعة جاية في الحلقة الأخرى من السلسلة هذه، وبسلامة.